إذا حكينا بنهاية الفيديو الماضي إنه في عندي أحد الأشياء لازم أعملها، لازم أعكس اتجاه التيار في السلك هذا، لازم أعكس اتجاه التيار بالسلك هذا. عبارة مكون عن لوف، كل واحدة من هذول هي عبارة عن لوف، لوف مستطيلة داخل السلك، لف من وراء رد طلع السلك مرة ثانية. لو جيت طلعت عليهم من هون راح أشوف عندي سلك داخل بالصفحة وسلك طالع، أو كرنت عفوا داخل بالصفحة وكرنت طالع من الصفحة. هلا في عندي اشياء راح تكون فيكس اللي راح اعمله الان، بدي الاقي طريقه حتى اعكس التيار. احنا عرفنا شو المطلوب، بدنا نشوف هلا كيف بدنا نحققه. اذا بتطلعوا هون عندي نورث بول وساوث بول، وهذا النيوترال اكسس، نحط هون بالاخضر مثلا، هذا هون الاكسس اللي عنده لازم اغيره. خلينا نشوف هذا مضبوط هيك عندي. هلا لازم يصير عندي هذا السلك من هون طول الفترة هاي راح يكون مضبوط لحد هذه، بس خلينا نرسمها هيك. وهذا راح نرسمه نص دائرة من هون مفصولين بالدائرة. خلينا نشوف الآن شو بصير. هلا لاحظوا الكرنت داخل من هون راح يدخل بهذا السلك، هذا ثابت، هذا فيكست، راح أحط جنبه كلمة F، هذا فيكست وهذا فيكست. واللي بيتحرك اللي هو ستيشنري اللي هو هذا الكويل، هدول كأنهم اسوارتين او نص اسواره، اسواره قسمتها نصين، هاي نص الاسواره وهي نص الاسواره الثانيه. وعندي هذا هون مشبوك بكويل وهذا هون مشبوك بكويل، وهدول عمالهم بلفوا بهذا الاتجاه. هلا هو ليش بلف بهذا الاتجاه؟ حددنا انه هذا بالنسبه له هي اتجاه الفورس وهي اتجاه الفورس، يعني هو التورك عليه بهذا الاتجاه. شوف ايش راح يصير الان، هاي هون كأنها زي نقطه ضاربه على هاي اللي هي البرش، زي عندي برش من هون ضارب على هذا وبرش من هون ضارب على هذا. لاحظوا هلا هذا لما يلف ويصير هاي القطعه هون وهاي القطعه هون راح يبطل، لا هذا ضارب بهاي ولا الثاني ضارب في النيجاتيف من هون، راح ينعكس التيار مضبوط طول ال 180 درجه. هذول وين راح يكون هذا البوزيتيف؟ شابك على هذا مضبوط، وطول ال 180 درجه راح يكون النيجاتيف شابك على هذا. هلا لاحظ هذول لما يلفوا، لما يلف هاي تصير السلك هذا فوق، وين راح تكون اسوارته او نص الاسواره؟ راح تصير هون، وهذا راح يكون هون، والثاني راح يصير هون. يعني هذا افترض انه هذا ايه وهذا ايه وهذا بي، وهذا راح يكون هون، وهذا من هون نيجاتيف. لاحظين لما لف هذا هون عند النقطه هاي، هذا بايش مشبوك الان؟ ولا شيء. مين ترك؟ ترك مين؟ كان اخر نقطه التقاء له مع مين؟ مع البوزيتيف. ومع مين هذا راح يشبك؟ ايش راح يصير في التيار اللي فيه؟ اذا بيمشي شوي صغيره الان من هون هيك، راح يصير هذا شابك مع هاي وهذا شابك مع هاي. وين راح يصير هلا الكرنت؟ راح يصير هذا مع النيجاتيف من هون فراح يطلع، وهون ايش راح يصير؟ وراح يضل هاي العمليه لمده قديش؟ 180 درجة، رح تطلع هاي هون 180 درجة بهذاك الشكل و100. إذا واضح هاي الفكرة؟ إذا حتى تتحقق هاي إيش لازم يكون؟ لازم يكون في عندي شيء متحرك وإشي ثابت. والإشي المتحرك شابك مع الإشي الثابت، واضح؟ زي عارفين زي إيش؟ لو أنا عندي مثلا هذا الشاف بلف وجيت حطيت قلم هون، قلم رصاص أو هذا القلم ثابت خليته وهذا بيتحرك باستمرار، اشرح في عندي الكتريك كونتاكت بينهم وضغطت عليهم، في عندي زومبرك، حطيت زومبرك هون وهذا كان ضغط عليه. الجهاز الزراعي ماشي اوكي تمام. او مثلا اذا بدك من الميكانيك زي الدايل جيج، الدايل جيج مش بتحطه على شيء وبتلفه حتى تشوف الاكسنتريسيتي بالهاي، نفس الشيء من هون. هلا هذا هون ضارب طول الوقت في الكتريك كونتاكت، صار في عندي الكتريك كونتاكت بين شيء ثابت وشيء متحرك مضبوط؟ نفس الشيء هون، صار عندي الان في الكتريكال كونتاكت ما بين شيء ثابت وشيء متحرك. هذا الاسوارات هذول هم بلفوا راح يضمنوا لي انه ل 180 درجه راح يكون هذا مشبوك مع هاي الجهه والثاني مشبوك مع الجهه الثانيه، بس 180 درجه ثانيه شو راح يصير؟ ينعكس. هاي عمليه الكوميتيشن. طبعا هاي الاسوارتين ما بينفعوش غير لمين؟ بس لهذا الكويل. سلك واحد تمام، بس سلك واحد او لكويل واحد، الكويل الثاني بده اسوارات مكانها مختلفه شوي مضبوط؟ احنا هلا في عندنا طريقه راح ندمجهم كلهم، هذول ما راح يضلوا اسوار، راح ندمجهم كلهم وراح يصير اسمهم كوميتيتر سيجمنت، راح نشوف كيف. بس هاي الفكره الاساسيه لكل واحد من الكويلز هذول. يعني لما عندي كويل ثاني، لو عندي يعني كل كويل راح يكون هون نص اسواره ونص اسواره، الكويل الثاني
رح يجي هون هون ايش رح يصير بالاساور بالنسبه له؟ رح تكون مزاحم شوي ومزاحم شوي من هون. هاي بتضمن لي عمليه الكوميتيشن بالاسلاك.